دور المديح في نشر الدعوة وكيف يتعامل الصحفي مع الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. تحت هذا الشعار قامت شبكة الصحفيات الموريتانية ندوتها في فندق شنكتي بالاس. الندوة التي حضرها أبرز رجالة الشعر بشقيه الشعبي والفصيح إضافة إلى منتسبات الشبكة وبعض الصحفيين، افتتحتها رئيسة الشبكة بكلمة بينت خلالها دوافع اختيار العنوان والقيام بهكذا ندوات. أيها السيدات والسادة، لقد كان المؤرخ الكبير الأستاذ المختار الحامد على صواب تماما عندما زاد الأغراض الشعرية بغرض آخر هو المديح النبوي الشريف، مفرقا بينه وغرض المدح الذي يحتمل الكذب والمبالغة، ومن أهم دواعيه التكسب عكس مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام. ممثل الجهات الرسمية في الندوة عبر عن مدى أهمية النشاطات التي تقوم بها شبكة الصحفيات الموريتانيات، مضيفا أنها تشكل شمعة تضيء الدروب. لا شك أن هذه البادرة الطيبة المنظمة من طرف شبكة الصحفيات الموريتانيات ستكون نورا يستضاء به في سماء محبة خاتم النبيين وإمام المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وستغدو سراجا ينير دروب عشق أمهات المؤمنين الطاهرات. ومن ذيك عظيم تباشروا بيك الثقلين ومن ليأتي الدور بعد ذلك على الفواصل الشعرية، حيث تناوب الشعراء على المنصة مادحين النبي الكريم الهادي للصراط المستقيم، ثم المديح الشعبي والذي ألهب حماس الحضور بدوره فتفاعل معه الجميع. هي أمسية مديحية بامتياز للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم في ظل محاولات بائسة من طرف البعض للتطاول على جنبه الكريم، وخير وسيلة للرد على هؤلاء هي التعريف بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. أسألك عبد الله، الوطنية، نواكشوط.